الحمد لله حمدا يرضي، والصلاة والسلام على من جمعت المحاسن فيه صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية أرحب بحضراتكم وأرحب بكل المتابعين على القناة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. جزاكم الله خيرا على دعوتكم المتواصلة ليا، جزاكم الله خيرا على دعمكم المتواصل. الامر الثاني، المحتوى ده طبعا جديد على حضراتكم غير اللي انتم متعودين عليه من نشر التلاوات، ولكن كان لابد يعني ان انا اطلع في فيديو زي ده واوضح لحضراتكم امر معين، وانا اعلم ان ممكن يبقى في بعض المنتقدين ليا، ولكن كان لابد ان انا اطلع وابين لحضراتكم هذا الامر. طبعا ندخل في الموضوع على طول، الكلام بخصوص الفنان المعتزل التائب ادهم النابلسي. طبعا معظم حضراتكم عارفين قصة الفنان أدهم النابلسي وقصة اعتزاله وقصة الضوضاء اللي حصلت والدنيا قامت ولم تقعد عليه، وأنا من الناس السعداء جدا بتوبته وبعده عن الفن وبعده عن الغناء. أسأل الله أن يثبته وأن يستعمله لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر بقى اللي أنا عايز أتكلم فيه مع حضراتكم، إن أنا وفريق العمل بننشر التلاوات لله عز وجل، لا نريد منها شيئا، ولكن إن في بعض القنوات تنشر تلاواتي وتنسبها لأشخاص آخرون. على سبيل المثال، هناك قناة نشرت تلاوات لي ما يقرب من 10 تلاوات كما رأيتم يعني منذ فترة ليست بالطويلة، سبتها للفنان أدهم النابلسي. طبعا أنا مش ممانع أن أي قناة تنشر تلاواتي وتتربح منها، ما في عندي أي مشكلة، ولكن اللي بيزعجني وبيزعج فريق العمل معايا أن بعض التلاوات تاخدت من عندي من القناة نشرت بغير اسم، وأنا هعرض لحضراتكم وقتي قناة من ضمن القنوات التي نشرت تلاوات لي بصوتي ونسبتها إلى الفنان أدهم النابلسي، وأنا أعلم ومتيقن أدهم النابلسي لا يعلم بهذا الكلام ولا عن هذا الكلام شيئا. طبعا أنا هعرض لحضراتكم دلوقتي قناة من ضمن هذه القنوات التي نشرت تلاوات ونسبتها إلى غيري وسمتها بغير اسم. طبعا هندخل مع حضراتكم دلوقتي ونشوفها. طبعا أنا هنشر لحضراتكم بعض القنوات التي نشرت تلاوات بغير اسمي. سورة الكهف مثلا، سورة مريم، طبعا زي ما حضراتكم التعليقات كلها للناس ورحمة منا وكان امرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يقرب القناة عليها مثلا ما يقرب من 10 تلاوات يعني هذا الامر. طبعا صاحب القناة بيخدع الناس وهذا الأمر حرام شرعا يعني. طبعا هذا ينشر قرآن ولا يأخذ أجره لأنه يخدع الناس. طبعا أنا عارف بعض الناس هينتقدني في هذا الفيديو، ولكن دي حقوق، لا أتكلم عن حقوق النشر، ولكن دي حقوق شخصيتي. ينشر تلاواتي ولكن باسم. طبعا أنا هعرض لحضراتكم دلوقتي تلاوة من قناتي من التلاوات التي نشرت بصوتي وتلاوة من التي نشرت على بعض القنوات التي نسبت إلى الفنان أدهم النابلسي. نشوف الفرق مع بعض كده ونرجع لحضراتكم تاني. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. دلوقتي أنا هعرض لحضراتكم تلاوة من تلاوات الفنان أدهم النابلسي بصوت الحقيقي وتلاوة من تلاواتي التي نسبت إلى الفنان أدهم النابلسي، ونشوف الفرق مع بعض. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وما خلقت الجن
الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا اكيد هيطلع علينا حد ينتقدني بيقول لي مثلا انت حضرتك بتعمل فيديوهات لله وقلت مش منتظر منها اي شيء. طبعا المقصد اللي هي تنشر باسمي ولا تنشر بصفه اي احد تاني سواء الفنان ادهم نابلسي او اي احد تاني. ده طبعا مجهود فريق كامل سواء القارئ ام سواء الاخ اللي في مونتاج المعدات. طبعا احنا بنسجل التلاوات بمعدات تكون كويسه عشان نسمع لحضراتكم الصوت بافضل جوده. فده غير ان هذا الاخ بيخدع المستمع عنده في قناتي، وهذا الامر حرام شرعا، حرام شرعا لانك تنسب هذا العمل لشخص اخر. انا متاكد بان نشر هذه التلاوات لا يقصد الاجر ولكن يقصد تربح من هذه التلاوات، وانه ذكر اسم الفنان ادهم النابلسي ليتربح من ورائه، واخذ تلاوات العبد الفقير وذكر اسم الفنان ادهم النابلسي ليجمع المشاهدات ويجمع اللايكات ويجمع التعليقات، وهذا الامر غير مقبول. واكرر اي احد اراد ان ينشر تلاواتي ويعد نشرها على قناته الامر فيه سعه باذن الله عز وجل، ينشرها باسمي ولا ينشرها باسم اي شخص اخر. اعتذر اعتذر اعتذر، كنت خرجت عليكم بهذا المحتوى ولكن كان لابد من التوضيح. ان كان من توفيق فمن الله وحده، وان كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.